بسم الله الرحمن الرحيم. تقيم جامعة الكفيل في كل عام، وهذا العام الخامس، العام الخامس على التوالي في هذا المكان قرب المجمع التعليمي للجامعة، موكبها بتقديم خدمات للزائرين بمناسبة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. وهناك للجامعة أيضا محطة أخرى وموكب آخر قرب إحدى بنايات كليات الجامعة في الكوفة قرب الصحابي ميثم التمار رضوان الله عليه، للسنة التاسعة. هناك للسنة التاسعة تقدم الجامعة خدماتها في موكب بمفرزة طبية، تتولى الجامعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للحالات السريعة والحالات الأكثر إلحاحا وطلبا من الزائرين. نسأل الله أن يوفق رئاسة الجامعة بدءا من السيد رئيس الجامعة المحترم وجميع التدريسين والمنتسبين والموظفين والطلبة والطالبات لهذه الخدمة الحسينية، أعاهدها الله عليهم في كل عام وهم من المقبولين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذه الجموع المليونية التي تأتي من كل أقطار العالم إلى أداء الزيارة وتقديم التعازي والولاء والمحبة لأهل البيت عليهم السلام. نحن أمام موكب جامعة الكفيل، وأنا دكتور مؤيد أحد أساتذة الجامعة، نقدم هذه الخدمة قربة إلى الله عز وجل وخدمة للإمام الحسين عليه السلام، ونسأل الله القبول وشفاعة أبي عبد الله الحسين بحق محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وهذه الجموع المليونية تأم حرمك الشريف الطاهر، قاصدة أن تواسي جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المصاب. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. تقوم الجامعة بهذه الخدمة لزوار سيد الشهداء أبي عبد الله سيد الشهداء، وذلك بتقديم الخدمات الطبية لجميع الزائرين بتوفير الأدوية وقياسات الضغط وقياسات السكر، وذلك بوجود مختصين من أساتذة كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية التحليلات المرضية، وكذلك بمشاركة طلبتنا الأعزاء من أيضا الكليات الطبية بتقديم كافة الخدمات الطبية للزائرين. وكل هذا حقيقة يزيدنا شرفا وفخرا بخدمة زوار الشهداء سيدنا أبي عبد الله الحسين.